ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات. سيد ماركو أهلا بك. إذا اغتيال، حادثة اغتيال أو مقتل السنوار، يراها بعض المراقبين أو راها المراقبون عموما بأنها ستؤثر بشكل كبير على اليوم التالي. كيف يمكن أن تؤثر هذه الحادثة وفق انطباعاتك وقراءتك على مشهد اليوم التالي في ظل حديث أمريكي على ضرورة إخراج حماس من المشهد السياسي مع وجود واستمرار حماس أيضا في قطاع غزة وفي الضفة؟ مساء الخير استاذ رعد، وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. يعني ما يحدث الان من بعد مقتل يعني زعيم حركه حماس سواء باسماعيل هنيه او حتى السنوار، نتحدث عن ان الولايات المتحده يعني هرولت وانها تمسك بورقه امل حتى نصل الى وقف اطلاق النار. يعني تشعر بان الولايات المتحده تسرعت وتريد وقف اطلاق النار بشتى الطرق، فتمسكت بهذا الانتصار العسكري نصل الى وقف اطلاق النار، وتشعر ان الولايات المتحده غير قادره على وقف اطلاق النار بالطرق الدبلوماسيه او بالطرق التقليديه، لذلك تمسكت بهذه الورقه كتمسك الغريق باي امل، باي امل محاولات امل لمحاولات النهوض من الغرق. فالولايات المتحده تعلم جدا بان بالفعل يعني السنوار شخصيه مهمه جدا، وبالعكس يعني تصنفها من وجهه نظر الولايات المتحده السنوار شخص راديكالي يعني عنيف، هذه من وجهه نظر الولايات المتحده، يعلمون جيدا بانه تكراره او استبداله في قياده حركه حماس يعني من الممكن ان ياخذ بعض الوقت، ومن الممكن ايضا ان يكون استبداله ليس بكميه العنف او بكميه الحل المسلح من وجهه نظر القياده في حماس. فالولايات المتحده تعلم ذلك جيدا، حتى لو كان أخو السنوار هو الشخصية القادمة لقيادة حماس، فالولايات المتحدة تعلم أن استبداله أو على الأقل السنوار في شخص يعني انتصار أنه تم اغتياله، لأنهم يعلمون بأنه غير سياسي يعني يتمسك به أو يسيطر على الجناح العسكري والجناح السياسي في حركة حماس. لديه كلمة قاسية على في 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 القادة العسكريين في حركة حماس، وأيضا يعلمون جيدا بأن السنوار هو الذي كان يحكم حركة حماس في خلال الأيام والأشهر الماضية، عندما كنا نتحدث عن المفاوضات ما بين الولايات المتحدة أو المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة أو ورقة بايدن وقف النار، فكانوا يعلمون بأن السنوار هو الشخص الذي يدير حركة حماس. وفي اغتياله هو بالطبع مكسب سياسي أو مكسب سياسي للولايات المتحدة وإسرائيل، ومن ثم الولايات المتحدة تأمل بأن يصل هذا إلى وقف النار.